Hello everyone. Today I will be with you. I'm teacher Omnia. Welcome to Ingenious Online School. Let's start. بالأول هنعرف هسأل كم question وعايزاكم تقولوا لي. جاهزين؟ اوكي. ها مين فيكو يعرف؟ مين فيكو يعرف يعني ايه pronoun؟ listen. What the meaning of pronoun? اسم. ها who can tell me؟ بس للشباب عشان نكون منظمين لازم يكون في قواعد للسيشن. اول قاعده ان احنا بنعمل raise hand والتيتشر هي اللي بترد، اوكي؟ اللي يتقال اسمه هو اللي يجاوب، اتفقنا يا شباب؟ اوكي يلا. اللي يعرف الانسر يعمل ريز هاند، اوكي؟ يلا ليتس ستارت. ذا فيرست وان از ايمان. هاي ايمان، كان يو تيل مي وات ذا مينينج اوف بروناون؟ يعني pronoun از ايمان. بليز كله يقفل الصوت، اقفل الصوت من فضلكم. نقفل الصوت. ادخل خرجي. خرجي. ما وشو ليه؟ اوكي. دلوقتي هنشوف مع بعض يعني ايه كلمة pronoun. pronoun معناها يا تيتشر ايه؟ معناها ايه؟ انا بقول اوكي ان انا يعني ثانية واحدة. اوكي تمام. what the meaning of pronoun او ايه يعني معناها كلمة pronoun يا تيتشر؟ كلمة pronoun بتنقسم الى كلمتين، تعالوا نشوف ايه هما. الكلمة الأولى وهي كلمة true، والكلمة الثانية وهي noun. يعني ايه pronoun؟ pronoun معناها ضمير، أو هو عبارة عن كلمة بتكون بديل للاسم. بديل الاسم، اوكي؟ طيب يعني ايه تتشر بديل الاسم؟ I can replace it with the noun. Yes, that's I mean. يعني انا ممكن اعمل لها replacement بدل النون. يعني مثلا as example I can say احمد and also I can say he. هنا أحمد بتساوي هي، هنا أحمد بتساوي هي، مع إن أحمد بوي ومع إن أحمد ديفرنس مختلف، بس طالما إنه ولد ومذكر فمعنى كده إيه؟ معنى كده إني أنا ممكن أعمل لها ريبليسمنت لأن كلمة بروناون بتساوي الضمير. أوكي؟ كلمة بروناون معناها ضمير، يعني بنشيل الناون ونحط بداله البروناون. اتفقنا يا شباب؟ اوكي تمام. طيب تعالوا نشوف بقى ايه انواع البروناونز معانا النهارده. We have subject pronoun. We have object pronoun. And also we have possessive، سواء كان adjective أو pronoun. وطبعا كلمة possessive معناها ملكية، كلمة possessive معناها ملكية. Number four، reflexive pronoun أو الضمائر المنعكس. يبقى again subject pronoun، object pronoun.
Object pronoun. Subject pronoun, object pronoun, and also reflexive pronouns. النهارده هنبدا مع بعض بالسبجكت اند اوبجكت بروناون. سبجكت اند اوبجكت بروناون. Let's start. What's the difference between them? يا ترى يا تيتشر ايه الفرق ما بين السبجكت بروناون او الاوبجكت بروناون؟ عموما اي جمله عندنا في الانجليش بتبدا بالسبجكت او بالفاعل، فبالتالي ده معناه ايه؟ معناه ان السبجكت بروناون هيكون الكلمه نمبر 1، اما الاوبجكت على الاقل هتكون نمبر 3. كمان السبجكت بروناون بيجي بيفور الفيرب قبل الفعل، أما الأوبجكت بيكون after verb أو بعد الverb. صعبة يا حلوين؟ طيب خلينا نفتح الصوت كده ونشوف أي حد عنده أي كومنت، أي حد مش فاهم أي حاجة. أوكي If anyone have any question, he can ask me. يلا أي حد عنده question يتفضل. أدهم عندك سؤال يا أدهم؟ تفضلي يا إيمان عندك أي question؟ teacher ملفق بين السبجن والأوبجن اوكي والله الفرق يا حبيبه قلبي ما بين السبجكت والاوبجكت هو ان السبجكت بروناون بيبدا الجمله او بيجي اول كلمه في الجمله، اما الاوبجكت بروناون او الضمير المفعول هو بيجي الكلمه الثالثه على الاقل لان هو بيجي بعد الفعل. تمام، تعالوا اوريكم كده. مثلا احمد انا هقول الجمله مره بالاسماء وبعدين هناخدها يا شباب بالضمائر. اوكي احمد ميت منى او خلينا نقول محمد مثلا. بصوا كده he meets him he meets him على الرغم من ان ده بوي وان ده بوي وان ده singular مفرد وده singular الا انه لما جه في بدايه الجمله كان he، اما لما جه after verb او مكان الاوبجكت فكان him. يبقى هو هنا subject اما هنا object. يبقى هنا subject هنا ايه؟ object. صعبة؟ عندك سؤال يا أدهم اتفضل. Yes, thank you. اوكي جميلة، عندك أي سؤال يا حبيبتي؟ جميلة تيتشر لسه وينا
بدل كلمة أحمد محمد هم، علشان ده بروناون يا حبيبتي، ده ضمير ولكن ضمير مذكر يعني بيدل على إني بتكلم عن ولد، وكمان مفرد اسمه singular، singular pronoun. ومش بس كده، فهو كمان واقع بعد الفيرب، يعني جاي after verb، ففي التالي بيكون object. يبقى طالما بتكلم عن ولد واحد مفرد، يبقى أنا يا إما بستخدم هي يا إما هم. لو كان before verb قبل الفعل بيكون هي، لو كان after verb بعد الفعل بيكون هم. صعبة؟ Yes. أعيدها كمان مرة؟ Yes. Yes. أعيدها كمان مرة يا حلوين؟ Yes. Yes. تمام. طيب يبقى تاني، انا اهم حاجه عندي في الجمله نمبر 1 لازم انك تعرف تكوين الجمله في الانجليش، بيبدا ب subject verb object subject verb object subject verb object. تمام. لو كنا بنتكلم عن subject فالsubject ليه pronoun، ولو كنا بنتكلم عن الobject فالobject كمان ليه pronoun تانية خالص. تعالوا نشوف. وهنعملهم على هيئة timetable علشان يكون نعرف الفرق بينهم. I, he, she, at, you, we, they. ال I يعني أنا، ال he يعني هو. مواد هخرجك من السيشن، مواد ده اخر انذار، هخرجك بره السيشن حبيبتي، ما تعمليش عشان اصحابك بيفهموا، لو انت مش عايز تفهمي as you like. بعد اذنك. الاي معناها انا، الاي معناها انا. الهي والشي معناها، الهي معناها هو، الهي معناها هو. الشي معناها هي، الشي معناها هي. الات الات معناها هو او هي ولكن لغير العاقل، هو او هي ولكن لغير العاقل. تمام. تمام يا حلوين. يبقى تاني، لو انا بتكلم عن اسم مفرد فالاسم المفرد لو كان عاقل يعني ولد او بنت، فالولد بيكون هي والبنت بتكون شي، اما لو كان غير عاقل فبيكون انت. اليو معناها انت او انتي او انتم، سواء كان المفرد أو للجمع، ولكن بتكلم بيها عن الشخص المخاطب اللي أنا بوجه له الكلام. الوي معناها نحن، أوكي؟ طبعاً الاسم الجمع ولكن بكون أنا معهم. الزي معناها هم، ودي بتيجي لما أكون بتكلم عن اسم جمع ولكن إحنا مش موجودين معهم. أوكي؟ يبقى أنا بتكلم عن 7 صوابع. الاي والهي والشي والات واليو والوي والذي. الاي والهي والشي والات واليو والوي والذي. Who can sing with me؟ مين يغني معايا؟ مين يغني معايا؟ I he she I it he you yeah.
يا عبد الله، يلا يا حلوين، سقف يا عبد الله. كلاب يا عبد الله. نمبر 2، يلا يا أسيل، اتفضلي يا أسيل. I, he, she, it, you, we, they. Excellent. سقف لأسيل، يلا بينا. يلا يا آدم. اتفضل يا آدم. I, she, he, she, I, it. It, آدم. You, we, they. برافو، سقف الآدم. يلا يا جميلة. Teacher, أنا بقول. حاضر يا ملوك. I, he, she, it, you, we, they. برافو برافو. يلا يا ملك. أستاذ أنا بقول. ال I وال he وال she وال it وال you وال we وال they. برافو، سقفوا الملوكة. أستاذ أنا بقول. اسمك ايه يا جميلة؟ سالمة. يلا يا سالمة اتفضلي. I, he, she, it, you, we, the. برافو يا سالمة، سقفوا سالمة. مين كمان عاوز يسقف له؟ يلا يا سلمى علي، سلمى علي اتفضلي يا سلمى. اتفضلي يا سلمى. I, he, she, it, you, we, they. Excellent. Bravo عليكي. سقفوله. يلا سقفونا. شطور شطور. Bravo. Excellent. ها مين كمان؟ يلا يا مين؟ أبرار. يلا تفضلي يا أبرار. نعم استاذة. اتفضلي يا أبرار. أبرار. نعم. يلا يا أبرار، يلا قولي البروناونز. ال I ال he وال she وال it وال you وال we وال they. يلا يا أبرار. I, she, I, he, she, it, you, we, they. They, bravo. مين كمان؟ يلا يا مين؟ أنا عبد الله. أنا. يلا يا عبد الله. I, he, she, it, we, ها. I, you, he, she, it, you, they. You, we, they. Bravo. يلا يا ريناد. I, he,
she, it, you, we, they. Bravo, bravo. سافرين ديال. سافرين. Excellent. Bravo يا حبايبي. طيب تعالوا نشوف بقى مع بعض الـ object pronoun أو ضمائر المفعول. أول حاجة يا حلوين، ضمائر المفعول بتيجي بعد الـ verb، ودي الحاجة الأولى، صح ولا لأ؟ إحنا قلنا الـ object pronoun بيجي فين؟ أول كلمة، أول كلمة. لا نو كلمة بعد فعل. ثالث الكلمة الـ object pronoun بيجي أول حاجة after verb، بعد الفعل بتاعنا، بعد الـ eat، بعد الـ drink، بعد الـ play، بعد الـ go. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية إيه؟ ها؟ is. ها؟ is. ها يا حلوين. اسم بيجي بعد الفيرب، بعد الفيرب. اوكي الـ object pronoun أو ضمير المفعول أول حاجة بيجي after verb teacher، وكمان بيكون إيه؟ في الكلمة الثالثة على الأقل بيكون me. لو أنا بتكلم عن نفسي، him، here، at، you، us، them، تاني me، ال I me، he him، she her، at at، you you، we us they them. يلا مين يغني معايا؟ يلا افتحوا المايكات. I me، he him، she her، at at، you you، we us they them. مين يغني معايا؟ أكيف. يلا هنقول سوا، هنقول سوا. I am، I he، him، she، her، at، you you، we us they them. I me، he him، she her، at، you us you you، we us they them. استاذ انا يلا يلا يا غني. يلا أول واحد عبد الله غاني، متفضل يا عبد الله. me، am، am، she، her، at، at، you، you، we، they، they. برافو. ها مي، اي مي، اي مي، هي كمان. يلا يا رينات، يلا يا رينات. هي في في ات ات، يو يو، وي وي، وي ا يو يو، وي اس ذي ذي ذم. برافو. تيتشر أنا بقول يلا قولي يا بطوطة، قولي يا جميلة.
I, me, he, him, he, him, she, here, at, you, he, we, us, they, them. Excellent. Bravo. أريد أستاذ أقول. مين كمان؟ مين كمان؟ What's your name؟ أستاذ بقرة. هبة. أنا أريد أستاذ. What's your name؟ أستاذ أنا. هبة. أستاذ أنا. عمرو. اسمك إيه يا عمورة؟ سالمة. يلا يا سالمة. I me she him she her they have it her you we with we us we they them. أس يا عمورتي. يلا مين كمان؟ يلا يا أدهم. يلا يا أدهم. وبعد أدهم سالمة. يلا يا سالمة بعد أدهم. يلا يا أدهم اتفضل ابدأ. We him here it your yes they huh they عالي صوتك شوية. هم طيب يلا يا سالمة. سالمة اتفضلي يا سالمة. I me he him she her it you we us they them. أنا معك. برافو يا ملوكة. Excellent. أنا مالك عاوز أقول. قولي يا ملك. I me he has she he him يا حبيبتي he him روح you we us they them. Excellent. Excellent. ما شاء الله. برافو عليك. أنا أستاذ. يلا جو. I me he him she her it you we us they them. Excellent. Excellent. ما شاء الله. برافو. طيب تعالوا مع بعض بقى نشوف اكزامبل نشوف الفرق ما بين الاثنين. ايه رايكم؟ مين يساعدني؟ مين يساعدني؟ مين يقول معايا؟ يلا انا اختار. مين اني سلمى. يلا يا سلمى. ثانيه واحده بس اعدل البورد.
طيب خلونا نكتب اهي. بصوا كده يا شباب، يلا يا سلمى جاهزه؟ نعم نعم. يلا يا سلمى اقري السنتنس. السنتنس يا سلمى. عمر 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 حاضر يا مواد. عمر ها visit مريم. عمر فيزيت مريم، اوكي؟ انا بقى هشيل عمر واستخدم بداله هي عشان الهي ده بروناون او سبجكت بروناون، وانزل فيزيت واحط بدل مريم هير. الله، ما استخدمناش هي تيتشر، ما استخدمناش هي علشان هنا هي اوبجكت وما هياش سبجكت. تمام يا حلوين. طيب يلا يا مودة، يلا يا مودة. شايفين كده الشير كويس؟ عمر مريم فيزيت عمر. يلا يا مواد، يلا يا مواد، احنا هنشيل الاسماء يا مواد ونحط بدلها بروناون، هنشيل الناون ونحط بروناون. يلا تساعديني يا مواد. يلا يا مواد اتفضلي. هشيل مريم وحط مين يا مودة؟ شي. وهنزل الفيرب زي ما هو، وهشيل عمر وحط مين يا جماعة؟ هم هم، علشان عمر هنا ايه؟ علشان عمر هنا بروناون، علشان عمر هنا ايه؟ بروناون. اتفقنا؟ اتفقنا. يس يس تمام. يبقى نعيد مرة كمان. يبقى الفرق ما بين السبجكت بروناون والأوبجكت بروناون يا حلوين إن السبجكت بروناون بيجي قبل الفيرب، أما الأوبجكت بروناون بيجي بعد الفيرب. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية السبجكت بروناونز هما I, he, she, it, you, we, they، أما الأوبجكت بروناون هما me, him, her, it, you, us, them. يلا بينا بقى نحل عليهم شوية. تعالوا نشوف اكسرسايز صغنن كده عليه.
تيجي الكل كم لا؟ نعم يا حبيبتي؟ أقول جملة. نقول جملة. Yes. يلا you can go. تفضل قول. أبطلب لي PlayStation. أبطل he play it. He play it. Bravo. Excellent. مين كمان يا شباب يقدر يقول sentence؟ مين يعرف يقول جملة؟ ها مين هيساعد تيتشر أمنية ويقول جملة؟ ها يا مودة تعرفي تقولي جملة يا مودة؟ أستاذة فهمي أنا بعدني ما فهم. طيب هفهمك تاني. إحنا بنتكلم يا مودة عن إن إحنا عندنا نوعين من أنواع السب البروناونز أو الضمائر. نوع اسمه subject pronoun ضمير الفعل، والنوع الثاني اسمه object pronoun أو ضمير المفعول. ضمير الفعل ده يا حبيبة قلبي بيعمل إيه؟ بيتكلم عن الفعل أو بيبقى بديل للفعل، وبالتالي هو بيكون مكان الفعل نفسه اللي هو أول كلمة في الضمير. أما ضمير المفعول فهو بيكون مكان المفعول. تمام يس. هو مكان الفعل فين في الجملة يا تيتشر؟ مكان الفعل في الجملة أول كلمة في الجملة. أما مكان المفعول فهو عبارة عن إيه؟ مكان المفعول ها بيجي فين؟ after ولا before a verb؟ آخر شيء بروبالي. فبالتالي أنا ما ينفعش أخد ضمير الفعل أحط مكان المفعول ولا ضمير المفعول في مكان الفعل. اوكي ما ينفعش ابدل ما بينهم، لازم احفظ ضمائر الفعل لوحدها وضمائر المفعول لوحدها. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا. هرفع لكم دلوقتي شيت صغننا كده نحله سوا. 1 minute. Okay, teacher. Ahmed talks Omar. أهلا توكس عمر. تيشر ما ظاهر شيء. هاي تيشر وين ار يو؟ يو هلو Teacher, where are you? Hey, teacher, where are you?
you talking? I'm here, but I wanted to search for something. I want to see about some exercise and want you to help me to answer it. Can you do that? Ahmed talk Salim. Excellent. Ahmed lay refire. He play it. Yes, excellent. He plays. He talks. Excellent. What else? I mean, Andu, come in. Let's go, Brian. Let's go eat. Go eat. I go her school. Okay. Yalla, raise your hands. Arfa wadikum. أو ما تسأل عندكم الوايت بورد قولوا لي يا شباب. هي ظهرت عندكم الوايت بورد؟ نو no. نو no. أول ما تسأل الوايت بورد قولوا لي yes. ظهرت وأنا لسه شوية yes. 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 Okay. أول جملة. شوف كده. يلا يا أدهم. إيه. Yes, miss. يلا حبيبي. ظاهرة. منى. ما ظاهرة الصورة. ما ظاهرة الصورة. Me or الشير سكريم ظاهر يا جماعة انتم ظاهرة بتاعكم الوايت بورد. Me looks. وي ها تختار ايه مي ولا اي اي نو مستيك مي علشان هنا اللايك بعدها ايه ده لايك ده فيرب يبقى بعدها اوبجكت طيب انزل وان لايك اوبجكت يلا يلا يس أحمد أحمد بلاي أحمد بلاي أحمد بلاي إت أحمد بلاي إت إكسلنت برافو عليكم شاطرين ممتازين ما شاء الله أحمد بلاي إت يلا يا أسيل They help him. They help he or her? He. Her. Her. Excellent. Bravo. شاطرين كلكم ما شاء الله برافو عليكم اكسلنت ان شاء الله النهارده هبعت لكم على جروب اكسرسايز ومنتظراكم تحلوه وتبعتوه لي اوكي يا شباب اوكي okay.
Goodbye. Okay.